السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابي الأعزاء. درسنا اليوم في مادة الحساب العلاجي، مستوى مبتدئ، نشاط الدرس الثاني. والهدف من هذا التمرين أن يلون التلميذ الأشكال الهندسية المطلوبة. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. لدينا النمط التالي، والمطلوب هو أن نلون الدوائر. لنشاهد أين هي الدائرة يجب أن نلونها. ممتاز، ها هي هنا، سنقوم بتلوينها. وأين هي أيضا؟ ممتاز، ها هي بجانب المثلث، لنقوم بتلوينها أيضا. والدائرة الثالثة ها هي هنا، والدائرة الأخيرة سنقوم بتلوينها أيضا. ممتاز يا صغاري. في السؤال التالي سنقوم بتلوين المثلث. لنبحث عن المثلثات ونقوم بتلوينها. ها هنا مثلث، وهنا مثلث ثاني نقوم بتلوينه أيضا، وهنا المثلث الثالث سنقوم بتلوينه. ممتاز. أما الآن يا صغاري سنقوم بتلوين المربعات. أين هو المربع الأول؟ ممتاز، ها هو، سنقوم بتلوينه. وهنا المربع الثاني، سنقوم بتلوينه أيضا. وها هو المربع الثالث، سنقوم بتلوينه. والمربع الأخير هنا، سنقوم بتلوينه أيضا. ممتاز يا صغاري. أما الآن سنقوم بتلوين المربعات والدوائر. سنبدأ بالمربعات ونلونها باللون الأزرق. هنا مربع سأقوم بتلوينه، وها هنا المربع الآخر، أحسنتم، أقوم بتلوينه. هنا المربع الثالث، أحسنتم. والمربع الأخير هنا أقوم بتلوينه أيضا. ممتاز يا صغاري. أما الآن سأقوم بتلوين الدوائر وألونها باللون الأحمر. هنا دائرة، وهنا دائرة ثانية، ممتاز، أقوم بتلوينها. وهنا دائرة أيضا، وهنا الدائرة الرابعة، أحسنتم، أقوم بتلوينها أيضا. والدائرة الأخيرة أقوم بتلوينها. ممتاز يا صغاري.